هندز الكتاب بالدقيق الكامل وبالسكر. دونك نحتاجو 150 غرام ديال الطحين كامل وكزرع بالنخالة ديالو معروف، 50 غرام ديال القمح، 50 غرام ديال الكوك، 150 غرام ديال التمر نحي ديالو العظم ومقطع مربعات صغار، معلقة صغيرة ديال القرقاع اللي ما بغاش بلاش ولا اون بواني ولا على حسب الذوق، 70 غرام ديال الزبدة دايبة، 4 البيضات، ياغورت طبيعي، ساشي فاني وخمارة وحدة. غادي نعاود 150 غرام ديال الطحين الكامل، 50 غرام ديال القمح، 50 غرام ديال الكوك، 150 غرام ديال التمر نحي ديالو العظم ومقطع المربعات صغار، معلقة القرقاع اللي ما بغاش بلاش، 20 غرام ديال الزبدة دايبة، 4 البيضات، ياغورت طبيعي، ساشي فاني وخمارة وحدة. غنمشيو للطريقة، غنسخنو الفران ديالنا ل 180 درجة، غنبسبسو الطحين والفاني والكوك الخميرة بالزبدة دايبة حتى نحصلو على واحد لو ميلونج سابلي. إيه نزيدو التمر نقطع طريفات والبيض نقرب بالفوخشيط مع الياغورت ونحركو بواحد لاسباتول أولا بلو فوي. نديرو هاد لابخيباغاسيون هادي في مول مغلف بورق الطبخ لو بابي سلفيغيزي وندخلو لاكيك ديالنا يطيب لمدة 40 مينوت في الوسط والعافية من التحت. دونك كنظن سهلة لوكيك ساهل وماشي شي حاجة كبيرة. إيه فعلا وكيجي زوين بزاف وكخيم لو وغزال ومزيان بالدقيقة ديال يعني الدقيق الكامل وفي نفس الوقت يعني ما فيش سكر مزيان هاد الاقتراح. إيه تخي تخي